Calgary, Arabia. You're listening to Calgary, Arabia on Red FM 106.777. This is Calgary Arabia with Basil Ismail and Noha Mohammed on Red FM. Red FM. Red FM. Red FM. أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج كالجري أريبيا. النهاردة معاكم نوها محمد وباسل إسماعيل في أجازة. شوت أوت لباسل. كالجري أريبيا برنامج عربي أسبوعي. تابعونا على الفيسبوك @CalgaryArabia أو على تويتر @CalgaryArabia. وتعالوا نسمع أول أغنية ونرجع تاني. كتبنا على الفيسبوك سألنا الناس تقول لنا أغاني مودها روقان كده. في الحلقة النهاردة هتبقى هادية كده, والأغاني معظمها هتبقى هادية برضو وروقان كده. أنا أسفة جدا, أنا عندي برد وانتوا معرفش ملاحظين في صوتي ولا لأ, بس أكيد هتعذروني. نسمع أول أغنية ونرجع تاني. Calgary, Arabia. النهاردة مش محضرين أخبار ومش محضرين فقرة فن عربي. النهاردة هنتكلم في حوار مفتوح كده معاكم. هنتكلم في موضوع ان انتوا لو كعرب, لما حد بيعرف ان انتوا عرب, هل حد بيعملكم بطريقة مختلفة, او مثلا بيقلب وشه وبيعمل حركة مش لطيفة كده يعني. عرفونا رأيكم, كلمونا في الستوديو 403-286-1067 وبالعربي 403-286-1067. وبعتونا برضو على الفيسبوك @CalgaryArabia أو على تويتر @CalgaryArabia. والحلقة النهاردة مفروض تبقى هايلي يعني discussion based أو معتمدة كليا على الحوار معانا ومعاكم. احنا بنتكلم كتير مع ناس في الاستوديو بس ما بنسمعش انتوا بتقولوا ايه, فاحنا عايزين نسمعكم المره دي. سالنا برضو الناس تبعتنا اغاني, وناس كتير بعتت فيروز, وانا عن نفسي اصلا كنت اشغل فيروز من نفسي, بس تعالوا نسمع فيروز ونرجع تاني. رجعنا مرة تانية وبنتكلم في موضوع عن الكلتشر, أو لما الناس بتعرف ان انتوا عرب, هل بيعملوكوا بطريقة مختلفة, هل بيعملوكوا بطريقة أحسن عشان يبينوا ان هم مش عايزين يعملوكوا بطريقة مختلفة. عرفونا, كلمونا في الستوديو 403-286-1067. نبص بسرعة على طيب, على فكرة بما انكم اكيد عارفين كلكم ان الانتخابات يوم 19 ان شاء الله, من هذا البرنامج احب اوجه رسالة ان كل واحد في مقدرته يصوت, يروح يصوت. مش مهم هيصوت ايه يعني, طبعا اكيد مهم يعني, بس يعني محدش ما يصوتش. اظن الرسالة وضحت. طيب, كلمونا في الاستوديو 403-286-1067 وقولولنا رأيكم على الفيسبوك وتويتر @CalgaryArabia. تعالوا نسمع أغنية ونرجع تاني. Calgary, Arabia. رجعنا مرة تانية ولسه بنتكلم, يعني لسه ما بدأناش الكلام في موضوع ان هل العرب الناس بتعملها بطريقة مختلفة. لو انت عربي, طبعا بما انك بتفهم عربي يعني لازم تبقى عربي. لو انت عربي وحد بيعاملك بطريقة مختلفة مثلا, اول لما يعرف انك عربي, هل دي حاجة بتحصل, هل دي حاجة بتحصلش, هل بتحصل في مواقف معينة بس او اماكن معينة بس والباقي لا؟ كلمونا في الاستوديو وقولونا نمرتنا 403-286-1067 أو 403-286-1067. سمعت فيديو, يعني شفت فيديو, مش سمعت فيديو, لأحمد العسيلي. أحمد العسيلي واحد من المقدمين, كان في الأول في الراديو وبعدين بقى في التلفزيون,
وهو صراحة بيتكلم دايما في حاجات اللي هو زي challenging ال society norms, أو دايما بيبين عيوب وبيتكلم في المشاكل اللي ممكن تبقى في المجتمعات بتاعتنا. فتعالوا نسمع قال ايه ونرجع تاني. ده كان احمد العسيلي. قولولنا لو اعتقد في ناس يعني مش فاهمة السؤال. السؤال هو ان انتوا كعرب هل حد بيعملكوا بطريقة مختلفة لانكوا عرب؟ كلمونا 403-286-1067. Calgary, Arabia. معانا اول تليفون. الو. ايوه مساء الخير. مساء النور. بس عشان نقول للناس احنا بنتكلم في موضوع عن لو الناس بتعملكم بطريقه مختلفه لانكم عرب. مين معانا؟ انا علا. اهلا. اهلا بيكي. هل الناس بتعاملك بطريقه مختلفه لانك عرب؟ اه طبعا ده فنت اللي بيحصل. هو الحقيقه المفروض ان هنا دي بلاد الحريات وبلاد عدم الريسيزم وكل الكلام ده, بس في الحقيقه ان مجرد ما بيبان اي علامه من العلامات في اللبس او في الكلام او في الحركه تبين مثلا نبقى ماشيين از فاميلي, ولو اتكلمنا عربي يقوم يبان ان احنا من الجزء ده من الكره الارضيه, يبتدي على طول تشوفي فيسز, تشوفي حركات من الناس شكلها انها او بقت متحفظه, بقت قلقانه, بقت وبعدين وان دي توك اكتر معاكي يرتاحوا نفسيا ويبتدوا يغيروا طريقتهم. طبعا كان ليا تجارب كتير لان انا بخرج وبسافر وبرجع كتير بره وارجع تاني لكندا. طبعا كل مره وانا داخله كندا وانا خارجه من كندا واكتر حتى من انجلترا بيحصل ليا الراندوم سيكيورتي تشيك بالصدفه اللي هو فيري عشوائي. الفيري عشوائي وبيبقى عشوائي, واللي هو يعني بيعمل كل بيطبق عليك كل القوانين بتاعه الامن والامان. فالحقيقه دي بتبقى عشان بس بان ان الباسبور بتاعك عربي او انت لابسه طرحه مثلا, فانت شكلك محجب, فانت من الدول المسلمه العربيه في الغالب. الحقيقه ان ده بيحصل في كل مره. لما حصل تجربه دي وبقيت بعاني كل ما ادخل واخرج وابتديت اعمل الحاجات اللي ما تبينش ان انا عربيه او مسلمه او كده, بقيت دايبه وسط المجتمع والناس ما بقتش عارفه خالص ان انا ايه, واغلب الناس بتفتكر ان احنا زي اوروبيين ولا من امريكا اللاتينيه او حاجه بالشكل ده. وخصوصا لما بيبقى الاسم مش indicating الاثنين, يعني الاسم ما فيهوش احمد وما فيهوش محمد وما فيهوش الحاجات دي. other than that فابتدت الناس تتعامل لطيف وبقت ما تاخدش بالها وبقت تتكلم عادي جدا. فيو فيل difference right هنا على طول اول ما يحصل ان الفرق بين انك انت بس لابسه عالم كده بيبين شكلك ايه, يختلف المعامله ويبقى فيها تحفظ وفيها عدوانيه sometimes. ده بيحصل. فيلا الحمد لله احنا بنقول على نفسنا الحقيقه شعوب عنصريه. لا, هي العنصريه منتشره في العالم كله, وكل الناس محتاجه الحقيقه تعلم نفسها وتعود نفسها ان فعلا ما فيش فرق بين ابيض واسود واحمر واصفر زي ما بيتكتب في القوانين, لكن براكتيكلي لا مش بيحصل. بس ده رايي. وتوات اكستنت بيبقى فيه زي اجريشن او عنف؟ بيبقى فيه اجريشن وبيبقى ضد نفسهم يعني بانهي شكل حتى. يعني يعني مثلا انا ليا تجربه محدده الحقيقه بحكيها لكل الناس كل ما اقابلهم. مثلا انا بروح مكان معين, فارماسي معينه, باخد منها بابليك يعني لكل الناس, باخد منها الادويه بتاعتي اللي باخدها بتاعت سنه. الدكتور بيبقى كاتب لي ادويه بتاعت سنه اخدها علشان على اساس ان انا بسافر وبرجع. مجرد ما دخلت على الفارماسيست ولقيت ان انا طالبه كميه بتاعت سنه كامله وان انا طبعا كنت محجبه الحقيقه, فبان ان انا ايه ده ليه, ابتدت تسالني ليه وعشان ايه وانت بتيجي البلد دي هنا ليه وبتقعدي فيها مده قد ايه وازاي عايشه هنا وازاي بتصرفي منين وازاي ليكي بيرميتس, يعني في بيرميتس عشان تقعدي هنا وتشتغلي وتعيشي ولا لا. شي ستارتد انها تسال في تفاصيل وحاجات بيرسونال مش من حقها لا قانونا ولا حتى شخصيا انها تسال فيها علشان تصرفي الدواء, لحد ما قلت لها انا باخد الدواء كل فتره واذا مش هتاخد تديهولي هروح والمارت مثلا اجيبه, فهل انا هاخده ولا اعلان؟ سوري طبعا بس ده الحقيقه حصل, ده اللي حصل. فراحت صرفالي الكميه كلها
وانا كنت فيري سسبكتنج الحقيقه تصرفاتها وطريقه كلامها والعدوانيه اللي كانت فيها, كانت فيري اجريسيف الحقيقه. ولما روحت اي كاونتد البيلز ولقيتهم ناقصين فيو بيلز, صحيح لقيتهم ناقصين, يمكن تكون غلطانه يمكن تكون مش غلطانه, بس هي من البدايه في تعاملها كانت مش فريندلي اتول بطريقه مش مبرره. مثلا طب وهل هل في ناس مثلا بتريكوجنايز او بتاخد بالها مثلا انك عربيه وتقوم تعملك اكسترا نايس عشان زي مثلا تقول ستيتمنت انها لا مش عنصريه ولا حاجه؟ ده بيحصل حقيقه مع الناس اللي هم الكبار في السن, يعني مثلا سي الستات اللي هي في الايتيز وفي الحاجات بالشكل ده في العمر الكبير. سي لو انا مثلا ماشي رايحه مشوار وهاخد السي ترين وقاعدة على المحطة وبتاع, ألاحظ إن الستات الكبار ممكن يجوا يتكلموا معايا in a more friendly way, وبعرف إنهم بيحاولوا يبقوا nice and decent علشان خاطر مجرد إن أنا باين إن أنا محجبة وباين إن أنا من المنطقة العربية. فتروح أول حاجة تسألها لي أول ما تلاقيني كده بالطرحة تقولي أنت فلسطينية وأنا مش فلسطينية أنا مصرية, فأقولها لا أنا مصرية. فهنا تبتدي تتكلم, أما بتقولي فلسطينية في الأول بتقولي فلسطينية وإحنا زعلانين قوي وبتاع, أول ما أقول إن أنا مصرية تبتدي تتكلم بتون تاني خالص بتاع بقى مصر وأنا بحب مصر قوي ودي بلد فيها حضارة ونفسي أزور التمبلز ونفسي تبتدي تدخل يعني كمان مش بس the fact إنك عربية, لا the fact إنك أنواع العرب كمان ليها طريقة تعامل مختلفة بالضبط, فحسب انت عرب من انهي نوع. الحقيقه ان هم مقسمين نفس نوع الحوار وطريقه الكلام والتحفظ. She started to be more friendly لما لقيت ان انا مصريه مثلا وانا نفسي ازور مصر ونفسي اشوف الاقصر واسوان عشان الحاجات دي مشهوره قوي والاهرامات والكلام ده, فابتدت تدخل في حته ثانيه خالص وابتدت تبقى صديقه صادقه. في الاول she was trying to يعني impress me بالفاكت بتاعت انا عارفه انك عربيه و I'll be nice with you. بعدين later on when she found ان احنا الله ده في باك جراوند نتكلم عليه بالظبط, في حاجه ثانيه غير ده فاكت ان احنا عرب بالظبط, فابتدت تطلع بجد من الحته بتاعه السيجريجيشن اللي كانت حطاها في دماغها في الاول. طبعا في ناس تانيين برضو كبار وكده يروح قايل لك مثلا ايه ده انت لابسه الطرحه كده دي الدنيا حر واحنا كلنا قالعين وبتاع انت مستحمله البتاع ده ليه, فدي جاست جو فيري بيرسونال ويز يو. والله انا فرحانه بالبتاع الشمس وجع لي دماغي وحاطه الطرحه فم شايله الشمس. ففي ناس برضو بتتكلم بالشكل ده, بس I mean they give themselves the right, بيدوا نفسهم الحق ان هو على طول يدخل معاك يتكلم في حاجات بيرسونال زياده عن اللزوم. ما اعتقدش ان في العموم هما بيتكلموا مع بعض او يتحشروا في حال بعض بالشكل ده, خليني اقولها بالعربي يعني بالبلدي, هما مش ممكن مع بعضهم يقعدوا يتحشروا في تفاصيل حياه بعض او البريفرنسز بتاعه بعضهم بالشكل ده, بس when they see you and they know انك انت من المنطقه العربيه بيدي نفسه الحق ده على طول ويبتدي بينتريت بعض خصوصياتك اللي هي كتير قوي. مش ضروري يكون عندي استعداد ارد عليها او اناقشها في قصه الحر والبرد والطرحه والقلع واللبس يعني, بس استيل بتلاقي نفسك مضطره تدخلي through conversation مش عايزه تعمليها مثلا. بس فمن ده حاجات كتير يعني لو حكايات. انا بعتقد ان كل الناس اللي موجودين هنا بيتعاملوا بشكل نيوترال او عادي جدا زي كل الناس لحد ما يبان حته انهم مثلا يتكلموا باللانجوج بتاعتهم الاصليه مع حد جنبهم مثلا فيبان ان هو عربي. هنا تبتدي يحصل تحفظ, يبتدي يحصل تحويد في نوع النقاش يعني. انا اي ثينك سو, انا من تجربتي الحقيقه كنت دايما كده. لما الحقيقه انا بقى في الزياره دي قررت ان انا ما بانش وسط الناس, وانا بقولها علني اهو على اون اير. ولما قررت ان انا ما بقاش لابسه طرحه في الزياره دي بقيت زي كل, بقيت بحس ان انا مورفي, ما بقاش الناس كلها بتبص عليا, في ناس تضيق عليكي السكه كده على الرصيف مثلا مع ان الدنيا واسعه. لا ما بقاش ده بيحصل, يبص لك بتحفظ والكويشن مارك والتحفظ قوي والخوف ده ما بقاش باين في عينين الناس لحد, وخصوصا ان اسمي مش موضح انا منين فالاقيهم لا زيهم, بحس بقى ان انا زيهم او تهت في النص اندمجت في النص, بقيت خلاص مش باين, مش حاسه ان انا في فرق. الناس حتى وهي ماشيه حواليا في الشارع ما بقتش تبص وتبص عليكي وتتلفت كده. ايوه فلا احساس مختلف.
فانا بعتبره نوع من البروتكشن، لان مش من حق حد الحقيقه ان هو يحسسك انه دايما واتشت افريوير، او يا ترى او هو قلقان منك لحد ما يثبت انك انت الله ده انت طلعتي لطيفه. which usually happens، فأول ما يحس إنك بقيتي لطيفة يبتدي هو كمان يبتدي يبقى himself يعني أو herself. بس فهي الحكاية كده. يلا يا رب نسمع تجارب ناس تانية كتير تقول، يمكن حد يقول حاجات تانية more positive. بس يعني hopefully. تمام، شكرا على مكالمتك. ميرسي خالص. الصراحة إن إحنا طول ما إحنا عندنا ناس بتقلع الحجاب عشان الناس بتعملها بطريقة مختلفة، احنا عندنا مشكلة. رجعنا مرة تانية ولسه بنتكلم في موضوع الحلقة النهاردة، اللي هو هل تعامل الناس معاكوا بيتغير لما يعرفوا انكوا عرب؟ الو الو مين معنا؟ منى. اهلا منى، هل تعامل الناس معاكي بيتغير لما يعرفوا انك عربيه؟ بصي هو صراحه يعني هو مش هنقول لا بيبقوا نفس الحاجه يعني، بس انا مش يعني مش عايزه اقول ان هي حاجه نيجاتيف، لان هو في الاول يمكن يعني شويه بيبقوا مش عارفين الكالتشر بتاعتنا، او اللي هو مش عارفين عاداتنا مش عارفين تقاليدنا، بس بعد كده يعني اللي هو بيسالوا اسئله وبيسالوا في حاجات ساعات اللي هو ليها علاقه بالكالتشر بتاعك يعني. بعد كده بعد وقت قد ايه يعني؟ مثلا في نص كونفرسيشن او بعد سنتين ثلاثه اربعه؟ لا يعني لا مش بعد نص كونفرسيشن، هو في الاول خالص يعني كتير جدا. مثلا انا مثلا كشخصيا حصل لي موقف اللي هو بيسالوا اسئله اللي هو مثلا ايه ده انتوا عندكم لابتوب في مصر؟ او ايه ده انتوا عندكم عربيات؟ حاجات كده اللي هو يعني ايوه اكيد عندنا عربيات يعني، فاهماني ازاي؟ بعد كده بقى لما بيعرف يعني مثلا بتعملي اصدقاء او حاجه يبقوا شويه اللي هم عارفين بقى خلاص، عرفوا بقى اللي هي الانيشال كويشنز اللي هو بتصوموا في رمضان ما بتشربيش ميه والكلام ده. بعد كده بقى اللي هو بيبقوا خلاص عرفوا يعني. بس في ناس طبعا اللي هو ايه بيعملوا كونكشنز مش صحيحه، مثلا يقول لي اصل باباكي مثلا يعني يعملوا اللي هو اسامبشنز اللي هو الرجاله العربيه بالنسبه لهم كلهم ابيوسز. فمثلا يعملوا ايه اسامبشنز ذس واز ماي كيس مثلا ان ماي فاميلي وذ نوت ترو. يعني مثلا في اسرتي كان بابايا كان راجل طيب جدا ما بيعملش اي حاجه يعني. فاللي هو ايه في الاول في يعني افكار بتبقى غلط يعني. بس الحين يعني at the end of the day هم بالنسبه لهم الشخص اللي هو سافر من بلده ويعرف اكتر من لانجويج واحده وسافر وعرف اماكن وبتاع، بالنسبه لهم دي بتبقى حاجه مبهره برضو يعني، بالرغم من النيجاتيف الحاجات برضو بيبقوا هم مبهورين بال ازاي انت عرفتي تعملي تتأقلمي وتغيري مكانك وتبقي سكسسفول. فلو بيبقى فيه برضو appreciation كده يعني، حتى لو هما ما قالوش بس بيبقى باين يعني. فده اللي انا بحسه يعني. بس انت اوكي تمام yeah. طيب وهل في حاجة معينة مثلا احنا كعرب ممكن نعملها بحيث ان احنا نغير فكرة ان الناس تعاملنا بطريقة مختلفة في الاول يعني negatively يعني طريقة سلبية في الأول؟ أنا شايفة إن إحنا كعرب لازم في حاجة مهمة أوي لازم نفهمها، إن إحنا لما نخرج من بلادنا العربية ما ينفعش إن إحنا نexpect أو نبقى فاكرين إن إحنا لازم نتعامل مع الناس بنفس الطريقة اللي إحنا بنتعامل بيها لما كنا في بلدنا، لأن that's not gonna happen. أنت راحة أنت جاية دلوقتي تعيشي مع ناس عندهم عاداتهم وتقاليدهم، so you have to برضو لازم to respect it يعني. فإحنا as long as we respect تقاليدهم ومبقاش احنا اكسبكتنج ان هم لازم يفهمونا ولازم يعرفوا، ما هم يعني احنا هم مش فاهميننا ومش عارفيننا، طب ما احنا اللي هنعرفهم يعني. هو ده دورنا بقى ان احنا نعرفهم ان احنا ممكن نتأقلم مع الكالتشر بتاعتهم ونتعايش معاهم، فاهمين ازاي؟ بس ونسيب بقى الحاجات اللي هي الاكستريمز يعني، مش لازم بقى نقول لا والله اصلا ما بحبش الكلاب، فا يعني في ناس بتعمل كده اللي هو لا اصل انا مش عايزه اصل بقى عشان متوضيه ومش عايزه اتعامل مع الكلاب فشيلوا كلابكم وبقى مش عارفه ايه. لا يعني هو في حاجات هي في المجتمع هنا، هم الناس هنا عندهم كلاب وهيخرجوا بيها في الترانزيت عادي ومش عارفه ايه، خلاص يبقى انا بقى اللي هتعايش مش هروح اقول لهم غيروا الكلتشر بتاعتكم يعني. بس احنا طالما احنا بقى يعني الناس ما بتبقاش فاهمه النقطه دي خلاص why should it be a problem يعني. بس يعني انت بتقولي ان احنا عشان هم ومتعودين علينا ان احنا
نبقى one of them؟ لا مش لازم نبقى one of them، لأن مهم أول واحد برضو يعني لازم أنت ليكي شخصيتك اللي أنت عارفاها وعاداتك برضو، بس نفس الوقت ما ينفعش يعني تتوقعي من اللي قدامك اللي هو يغير طريقته. يعني زي ما احنا مش عايزين نغير مثلا لو واحد مثلا زي واحد مش عايز يغير دينه ومش عايز يغير الكالتشر بتاعه، طب منين انت بتتوقع ان الكنديين لازم يغيروا طريقه تعاملهم مثلا معاك؟ هي نفس الحاجه، يعني احنا برضو نتعامل معاهم من اساس ان احنا عرب وكل حاجه، بس نفس الوقت لازم نبقى متاقلمين على المجتمع هنا وما نبقاش متوقعين منهم يغيروا حاجات في مثلا عاداتهم وتقاليدهم عشاننا، زي ما احنا مش عايزينهم برضو يغيروا عاداتنا احنا وتقاليدنا. بس يعني فهي زي mutual understanding يعني. تمام. مهم قوي الواحد يعرف هو يعني هو منين. طبعا لازم مهم الواحد يتمسك بالروت بتاعته ان احنا جايين منين، احنا ممكن واحد يبقى كندي وكل حاجة، بس برضه في نفس الوقت لازم ما ينساش ابدا هو منين، يعني من مصر، من السعودية، من لبنان. تمام. شكرا منى. افتكوا يا جماعة انتم منين. اللي سمع مكالمة منى ممكن يقول ايه قصدها كان، بس انا شايفة ان قصدها كان انها بتقول blend in، بس خلي هويتكو يعني حافظوا على هويتكو، حافظوا على أصولكو، ودي حاجة مهمة جدا أعتقد في العرب هنا، إن هما يمكن ما بيبقاش فيه داعي إن هما يتكلموا عربي مثلا فبينسوا العربي، أو ما بيعلموش ولادهم العربي، which is حاجة يمكن ناس بتأرجو إنها واحدة من أهم يعني أهم الحاجات اللي لازم نحافظ عليها كعرب، ان احنا يعني اقل حاجة هي اللغة. فهل في حاجات معينة احنا ممكن بنعملها مثلا محتاجة تتغير عشان نحافظ على هويتنا اكتر، او ان احنا نقول للناس لا احنا شكلنا كعرب او احنا كعرب ناس بطريقة معينة غير اللي انتوا شايفينها؟ كلمونا نمرتنا في الستوديو 403-286-1067، قولونا هل في حد بيعملكو بطريقة مختلفة لأنكو عرب، قولونا لو في حد بيعملكو بطريقة لطيفة جدا بزيادة عشان انتو عرب، عشان يبين ان هو لا مش عنصري ولا حاجة. نمرتنا في الستوديو تاني 403-286-1067. رجعنا مرة تانية ولسه بنتكلم في طريقة تعامل الناس مع العرب وهل بتتغير لما بيعرفوا انهم عرب. نقول الو. اهلا، مين معانا؟ انا يسرى. اهلا يسرى، صديقة البرنامج. تمام. هل الناس بتعاملك بطريقة مختلفة لما يعرفوا انك عربية؟ اعتقد قليل، يعني انا ابان أعتقد أكثر حاجة إنه يعني أنا لابس الحجاب فيبان إني أنا مسلمة، ف يعني في نوع أعتقد من التردد بعض الأحيان، أو إنهم يخافوا بعض الأحيان إنه they offend me with something، ولا يعني they'll make assumptions على what I think ولا حاجة زي كذا يعني. ف يعني أي أروح أنا concepts كثير. يعني أي feel إنه الناس دائما كذا يكونوا قليل مستغربين إنه يعني إذا واحدة محجبة وسطنا يعني. Yeah exactly. It's just يعني I don't feel it as يعني ما حكش في بهذا الموضوع هنا كثير. بس يعني يتحس إنه you're being treated يعني باختلاف. يعني بتحسيها أكتر إنك the fact إنك مسلمة مش the fact إنك عربية. أيوة أعتقد إنه لأنه يعني إذا أنا أكلم أي حد إنه أنا من اليمن يعني they don't know، ما يعرفوش أصلاً فين اليمن، يعني this is a separate problem. مشكلة مختلفة تماماً يعني. فأعتقد إنه أكثر حاجة يعني إنه لابسة المقرمة
الحجاب. فيا يعني I feel the difference. اختلاف كبير. طب وإيه ممكن نعمله عشان نغير ده؟ أعتقد إنهم هم يعني دائما يشوفوا إنه المجتمع المسلم ولا العربي حاجة يعني واحدة ما فيهاش اختلاف. I think يعني أعتقد إنه أحسن طريقة إن إحنا نوري إنه في ناس كتير مختلفين عندهم آراء مختلفة. يعني يفكروا باختلاف وكذا. وأعتقد إنه يعني the more إن إحنا نكون مندمجين في المجتمع ونعمل فعاليات أكثر يعني تعرف الناس على يعني على على الناس المختلفين العرب المختلفين يعني أعتقد إنه بيعمل هذا الموضوع فرق. يعني فاحنا نبدأ بنفسنا. بس هل للميديا تأثير على إن هم عندهم يجيلهم الإحساس ده؟ إن إحنا جدا يعني أنا هل هو مين لي الميديا ولا الناس؟ يعني هل إحنا السبب أم الميديا هي السبب؟ أعتقد المحرك الكبير هو الميديا. يعني مثلا أنا أعرف الناس اللي أصدقائي ولا حاجة اللي هم يعني يعرفوا عرب ومسلمين وتفاعلوا معهم من قبل. يعني they have a very different يعني opinion عن هذول الناس. بس الناس اللي ما عندهمش احتكاك كثير يعني متأثرين جدا في الميديا. يعني أعتقد قرأت some research إنه بآخر 100 سنة إنه كل أفلام هوليوود الطريقة اللي قدمت فيها العرب دائما توز النيجاتيف ستيريوتايب. It's always a negative stereotype. يعني it continues. نادرا ما تشوفي اي فيلم ولا مسلسل انه يجيب يعني عرب طبيعيين. عرب طبيعي يعني بالظبط. او مثلا واحد عربي ما عندوش اكسنت. يا اكزاكتلي. واحد عربي ما عندوش اكسنت ولا انتوا او السؤال اللي دائما الاقيه هو انتوا عندكم سيارات يعني مش جمال. I'm like no. ايوه للاسف. This is another question. Do you eat ketchup? You know what ketchup is. Do you eat ketchup? Yes. I've had that. بصي هو انا قبل كده يعني اختي واحد سالها لو تعرف ايه الفلفل فيعني do you eat ketchup isn't that bad. يعني الكاتشب أكيد أتليست بيتصنع إنه الفلفل بيتزرع يعني أكيد نعرف الفلفل. فيعني I just feel إنه there's so much ignorance. يعني في جهل. ويعني أعتقد إن إحنا نقدر نبدأ يعني نوعي الناس أكثر. بس يعني it's a combined effort يعني ميديا على الأفراد على everything. We just need to reach more people. طب وهل احنا لينا some power على الميديا بحيث ان احنا نخليهم يصورونا بشكل احسن؟ اعتقد انه one of the biggest things is social media. يعني it's such a powerful tool. يعني بس we just يعني احنا لازم نعرف كيف نستخدمها يعني بطريقة يعني effective. يعني تقدر توصل لناس اكثر. بس social media is one of يعني the يعني مثلاً أي حاجات الآن لما تشوفيها political ولا أي شيء حاصلة it's because يعني people راحوا للسوشيال ميديا and they dug into it ولقوا حاجات. فيعني السوشيال ميديا is such a big thing now. فأعتقد إذا إحنا يعني we're using it effectively يعني بنقدر نحنا نغير يعني آراء كثيرة. But we just should start doing it يعني. فكل واحد يبقى زي سفير لبلده على السوشيال ميديا بطريقة شكلها كويس. يا المشكلة عندنا دائما لما سفير لبلده ولا شيء إنه if anyone يعني كل إنسان يتحمل يعني يتحمل مسؤولية أفعاله كذا. يعني لأنه هذه المشكلة اللي الآن إحنا واقعين فيها إنه يعني بعض أفراد يعملوا حاجات وبقية كل الشعوب العربية هي تتحمل المسؤولية بعدين. I don't think that's the right approach. But I think you know, يعني we just should show you know, there is diversity. يعني there are different people with different opinions, with different values, with different beliefs. And يعني we just should show that. يعني more. وانت زي ما قلتي هم حتى ما يعرفوش مثلا زي اليمن ممكن توقفين بس هو the fact انك عربية مسلمة بقى بالنسبة لهم خلاص indication بقى انت شخصيتك عاملة ازاي وحياتك عاملة ازاي. يعني which is ridiculous. put in a box. يعني على طول يعني انتي تفكيرك كذا انتي تفكري كذا انتي تحبي هذول الناس انتي تكرهي هذول الناس. بس يعني yeah. بس I think يعني هذا حال كل ال first impressions بشكل عام. تمام. And it has to change. Yeah. بالضبط. تمام. طيب احنا هنلعب لك كل حلقة كراكيب لو عايز. شكرا.
طيب شكرا يوسف على مكالمتك. عفوا. لو عندكم experiences في هذا الموضوع كعرب، هل الناس بتعاملكم بطريقة مختلفة ولا لأ؟ كلمونا في الستوديو 403-286-1067. نسمع أغنية ونرجع تاني. Calgary, Arabia. رجعنا مرة تانية ولسه بنتكلم في نفس الموضوع، اللي هو هل الناس بتعملكم بطريقة مختلفة ولا لأ لما يعرفوا انكم عرب. معانا تليفون، نقول الو. الو، اهلا، مين معايا؟ صفية. ازيك؟ I'm good الحمد لله. How are you? All good. Yep. تمام good. الحمد لله. So tell me, do people treat you differently when they realize you're Arab? Actually, I'm an obvious Arab and Muslim because I wear the headscarf. Okay. Yeah, but I really noticed that one of my instructors treat me different. Mm-hmm. And I know because I'm Muslim. So what kind of instructor is it? Like a university instructor? Yeah, at university. Okay. So even though, like, I feel so much pressure in that room, even though she tries to be normal, she tries to talk to me, but I feel like she can't even look at my face. Hmm. Yeah. So I see a huge difference in the way that she treats me and she treats other students. Mm-hmm. And also, so you feel like yeah. Go ahead. Sorry about that. Also, one time we were talking about business etiquette, mm-hmm. and a Japanese girl, she said, in our culture, we bow. Then I said, in our culture, just something to consider that men and women don't shake hands. Mm-hmm. Then she looked at me and she was like, but now you are in Canada, you have to shake hands. She didn't comment on what the other girl said, but she commented on what I said. Whether they bow or not. Yeah, she didn't stay in Japan. Mm-hmm. She didn't tell her, now you're in Canada, you don't bow, you shake hands. But when I say it, in our culture, we don't shake hands. So it's just something to consider. Mm-hmm. If you want to do business abroad. Yeah. Then she commented, she was like, but now you are in Canada, you have to shake hands. Wow. Yeah. Mm-hmm. Did you tell the department that she does that? Because I sent an email. Yeah, I sent an email. What they do? I told them the situation. I said, like, I feel so much pressure in that room. I feel like she doesn't like me. And mm-hmm. she contacted me. I went for, like, to talk to her. And she told me, she said, you have to be strong about this. You have to follow the rules and blah, blah, blah. So they don't feel you're being discriminated just because you're Muslim and you wear the headscarf. And she was like, if you want to go further and you want anything due to this instructor, you can go ahead. Then I just gave up. Mm-hmm. Yeah. So they basically pinned it on you. They said, oh, you have to be strong. You have to deal. You have to do this. You have to do that. You should not show up late and this and that. Yeah. Because showing up late is related to your race? I don't think so. No, it's not. Yeah, it's not. Yeah, I feel like she doesn't like me because I'm Muslim and I wear the headscarf. Because I'm the only one in that classroom wearing the headscarf. Do you mind disclosing what class it is? Is it like an international business class or? This class, mm-hmm. The one I'm taking, it was upgrading physics. Oh, yeah. Interesting. Mm-hmm. So, well. That's not very nice. Yeah, that was. I'm glad now. I'm over with. Yeah. So yeah, but I felt it was so hard for me to go mm-hmm. this day because I didn't look forward to it. Yeah. That's horrible. Do you ever feel the same way outside of school? Outside of school, not really. Not really. Sometimes, you know, my husband is Canadian, so when they see us together, I see the look on their faces. It's mm-hmm. like, what are you doing with her? Yeah. 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 Wow. So I see this too. What can I do? So what can we do to change that?
what can we do to change it? Yeah.